السلام عليكم. من المنتظر أن يوارى الثرى فقيد الجزائر والساحة الإعلامية الصحفي والمذيع المتألق ومحبوب الجزائريين كريم بوسلم بمقبرة ذراع بن خد بمسقط رأسه بولاية تيزي وزو، وتوفي الإعلامي صباح اليوم الأحد متأثرا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز 49 سنة. وكان الإعلامي بوسلم قد ترك رسالة مؤثرة لزملائه في المهنة أثرت فيهم كثيرا، يحثهم فيها على الصبر وحب بعضهم البعض، لأن الفراق لا يعطي إنذارا، وكأنه شعر بقرب أجله هذا. وتقدم صحفيون وإعلاميون من داخل وخارج الوطن، وكذا مسؤولون في الدولة ورجال دين، وحتى جمعية ومؤسسة جزائرية بتعازيهم الخاصة والخالصة لعائلة الفقيد، راجين من المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون.